سليمان من جنوب سيناء، يتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل سنة وحضرتك طيب بمناسبة رجب. وحضرتك بخير وبسلام. الله يخليك يا فندم، ربنا يعيده عليك وعلى الأمة الإسلامية بخير يا رب. علينا وعلى كل المسلمين، واجعلنا إن شاء الله في خير حال. اتفضل يا سيد سليمان. أنا ناوي 2/5 آخد رجب 2/5. طيب. فهل ممكن أقول دول ممكن جزء على روح والدي والدتي؟ هقول لك تقول ايه يا استاذ سليمان؟ ده السؤال الاولاني، السؤال الثاني. السؤال الثاني عشان ممكن حضرتك انا محتاج رقم حضرتك بعد اذنك يا دكتور. نعم؟ محتاج رقم حضرتك لو على راسي على راسي، هيديه لك في كنترول على طول يا استاذ سليمان. السؤال الاولاني بيقول لي على ينفع ان انا هصوم الاثنين والخميس اعرف اعمل حاجه عشان والدي ووالدتي؟ تعرف تعمل حاجه، تقول ايه؟ اللهم هب مثل ثواب صيام الاثنين والخميس لامي وابي، وان شاء الله يوصل لها كما نص الامام القرافي وغيره من الائمه، ان دوت هيكون يعامل معامله الدعاء بظاهر الغيب وهو من المستجاب، وان شاء الله يصل اليهم ان شاء الله، وربنا سبحانه وتعالى يجعلك من البارين بابيك وامك ان شاء الله. نعم.